ايه صح كده؟ لا غلط ده صح غلط المره دي. فاي واحد ده متغير برامتر الكي بس، وفاي واحد مع ان مع الريفراكتيف اندكس بتاع البريزم الاثنين دول مع بعض بيحددوا فاي 2. ففاي 2 ده هو فاكشن فاي 1 زائد الريفراكتيف اندكس، العلاقه بين فاي 1 وفاي 2 اللي هي انقطاب السيلز مرتين ورا بعض. ان ساين بيساوي ان ساين على الوش ده، وبعد كده ان ساين بيساوي ان ساين على الوش التاني، هتلاقي في الاخر ان فاي 2 هي فاكشن او داتا لفاي 1. الثلاثه دول بره. ايوه باشمهندس 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 كده مثلا. وكل ما تغير فاي واحد انت بتغير من تاني فاي 2 وبتغير دي. ففاي واحد انت ممكن تتخيل ان انت ماسك زي ليزر بي شعاع ليزر كده ومنشن بيه على البريزم، وممكن تغير فاي واحد بالديتا زي السقوط ممكن تغيرها بالديتا. نتيجه كده هيتغير فاي 2 وهيتغير الديفيشن. فتخرج قد ايه وقت؟ الديفيشن ده مينيموم امتى؟ من غير اثبات، الاثبات اتلغى لما يكون فاي 1 بيساوي فاي 2. لما يكون فاي 1 بيساوي فاي 2 يكون الديفيشن ده اقل ما يمكن، اقل انحراف، وده اثبات اتلغى. فانت هتعرف ان لما يكون فاي 1 بيساوي فاي 2 يكون الديفيشن مينيموم، ساعتها يبقى الديفيشن ده بيساوي 2 فاي 1 ناقص اي، وساعتها تكون العلاقه دي صحيحه ان ان بتساوي ساين دي بلس اي مينيموم كله على دي مقسوم على ساين دي على دي. العلاقه دي هتعرفها من غير اثبات. الحاله الخاصه دي ما قلناهاش المره اللي فاتت، دي جديده. الحاله الخاصه عندنا بريزم بنسميه سمول انجل بريزم. يعني ايه سمول انجل بريزم؟ يعني كل الزوايا اللي في الموضوع صغيره، زاويه الراس بتاعته ايه اكس انجل ايه صغيره، والزوايا بتاعت فاي 1 وفاي 2 وفاي 1 داش وفاي 2 داش كلها زوايا صغيره. في الحاله دي انا ممكن ابدل ساين الزاويه بقيمه الزاويه. خلي بالكم بقى ان دي عشان المسائل. ايه اللي بيحصل في المسائل؟ عشان انتوا ما تحلوش بايديكم، فالحاجات دي هرد عليك. مثلا جالك مساله فيها الاكس انجل زاويه الراس بتاعت المثلث او البريزم يعني ايه بتساوي 10 درجات. هل 10 دي زاويه صغيره ولا لا؟ ممكن اكتبها صغيره، ايه الحكم؟ حضرتك تجيب قلم حسب تكتب ساين 10 هيطلع لك رقم. هل ساين 10 بيساوي 10؟ مش هيساوي 10، هيساوي 10 بالريديان. تحول ال 10 لريديان. انت بتضربها باي على 180 هيطلع لك رقم. انا بحصل كوين 3 دي وانا هيطلع كوين 3 دي حاجه زي كده. فساين 10 درجات بيساوي ال 10 مضروبه في باي على 180. فانت لما تيجي تقارن ساين الزاويه بالزاويه تجيبها ريديان عشان تعرف تقارن. فلو لقيت ساين تيتا بيساوي تيتا بس تيتا بالريديان يبقى التيتا دي صغيره وممكن اشيل كل ساين تيتا واحط تيتا. يبقى الحكم ان الزاويه تبقى صغيره عشان الكلام اللي هو ده فاليد او الكلام اللي هو صح اللي هو سمول انجل بريست ده امتى ده صح؟ لما تكون الزاويه صغيره. طب امتى الزاويه تبقى صغيره؟ تعمل تيست بسرعه كده على القلم ساين الزاويه يساوي الزاويه لو الزاويه بالريديان يبقى زاويه زاويه صغيره وساعتها يبقى ممكن اشيل ساين تيتا واحط تيتا يبقى الكلام بسيط. ده الحاجه وكمان هتلاقي كمان ده تيتا بيساوي تقريبا ساين تيتا بيساوي تيتا بس بالريديان يا فندم. لما يكون عندي سمول انجل ديفرنس انا ممكن من السنس لو اشيل ساين فاي 1 واحطها فاي 1 وان ساين فاي 1 داش تبقى ان فاي 1 داش. كمان ساين فاي 2 اللي هي على الوش الثاني وان ساين فاي 2 داش هيبقوا فاي 2 وان فاي 2 داش. اخد الكلام ده وعوض دي تاني في علاقه الديفيشن، الديفيشن بيساوي الجنرال في علاقه جنرال اللي هناك دي فاي 1 زائد فاي 2 ناقص سي. هشيل فاي 1 واحطها ان فاي 1 داش، هشيل فاي 2 واحطها ان فاي 2 داش، ده سليمز لو بس تحت شرط سمول انجل كومبريسر. فساعتها يبقى عندي ان فاي 1 داش زائد فاي 2 داش ان جمع فاكتور او عامل مشترك. فاي 1 داش زائد فاي 2 داش دول مع بعض قد الاكس انجل تاني، قد ايه؟ فيبقى عندي في الاخر ان في تي ناقص اي يعني ان ناقص 1 اي. يبقى علاقه الديفيشن بتوصل لده امتى؟ دي مش جنرال، دي بس في السمول انجل بريزم. خلاص العلاقات اللي هناك دي جنرال صح ولا لا؟ لاي حاجه. العلاقه دي صح بس لما يكون سمول انجل بريزم. ماشي كده؟ خدنا اثبات بقى، ده اثبات بقى مطلوب ده على المره اللي فاتت، دي اثبات مطلوب يعني هناك دي العلاقه الكبيره العجيبه دي اثبات امامي
في عمل أسوان النهارة اللي فاتت حاجة اسمها ريتنج أنجل وبيسنس. يعني إيه ريتنج أنجل وبيسنس؟ أنا قلت لو هياخد فاي واحد بالضرورة هطير فاي واحد داش وفاي اتنين داش وفاي دي كل دول فانكشن في فاي واحد. فاي واحد هو حاجة أغير فاي واحد أغير كل حاجة. وصلنا المرة اللي فاتت إنه في زاوية اسمها فاي واحد معينة كده اسمها ريتنج أنجل وبيسنس. الزاوية دي بينظرها الناحية التانية زاوية خروج فاي دي بتساوي 90 درجة. الريل يخرج كده اهو بتبقى الزاوية 90 درجة وتبقى زاوية السقوط اللي هنا دي الزاوية الحالية فاي كده. فسمينا ساعتها فاي واحد دي ليمتنج انجل ريزونانس يعني الزاوية ال دي قصادها زاوية الخروج 90 درجة. لو صغرنا على القيمة دي مفيش حاجة هتطلع ناحية تانية بره خالص. دايما يا جماعة في هنا انعكاس الناس ما بيتكلموش عنه. يعني دايما في البريزم في اي كتاب كده تشوف البريزم يرسم لك الانكسارات بس. بس هو دايما في انعكاسات. يعني دايما في حاجة تنعكس هنا اهو ودايما في حاجة تنعكس هنا اهو. بس هتلاقي الكتب بتطنش الاثنين دول. فلما فاي واحد تقعد تغيرها لحد ما توصل للقيمة اللي احنا جبناها بقى بالاسباب المرة اللي فاتت دي ساعتها زاد الخروج اللي وصلت فيه الضرب. اصلا من كده مفيش خروج خالص مفيش حاجه تطلع ناحيه ثانيه خالص. بيتبقى بس الكومبوننت او الركيبه اللي بتنعكس على الوش الثاني دي بس اللي بتعيش دي مجموع خالص مفيش حاجه تخرج من البرج. فكده ده اوفر فيو بسرعه ونجيبه بسرعه اللي احنا عملناها النهارده. Thank you.
하지만 믿는 사람 세 명. 아무도 없어.
التخصص او المسافات. يعني معنى الوحيد ده شحن مثلا شحن منبر، ده شحن شحن سالب مثلا. وهتلاقي في اف كتير بيشاور من المنبر للسالب. مش هقدر اربعه على ما اصل حاجه زي كده. كانوا قالوا لكم في حاجه اسمها ابسلون وابسلون ار البرمتيف. ساعتها كانت القصه جت منين؟ القصه جت منين ساعتها؟ اصل دي شبه دي. في الكباستور كان الالكتريك فيلد اللي موجود بين النوعين بيأثر على الماتيريال اللي جوه. فكان الريسبونس بتاع الماتيريال اللي هي كانت عباره عن دايبولز ليها طرفين مثلا كل جزئين قلب مش شبه دايبول تبع حاجه ليها طرفين جوه وسالبين جوه. بحيث انها يحصل لها ايه؟ اللاين او تتنص بحيث انها تعمل الكتريك فيلد انترنال من جوه يعكس الكتريك فيلد اللي من بره. هنا بيحصل حاجه شبه كده. ما هو الضوء في الاخر عباره عن ايه؟ هو الكتريك فيلد وماجنتيك فيلد بيحصل لهم بروباجيشن مع بعض. لما يقطر الماتيريال هيحصل تفاعل ما بينه وبين الماتيريال، هيأثر على المكونات بتاعتها. فالماتيريال هتلاقيها ريسبونس. الريسبونس بتاع الماتيريال ده رد فعل الماتيريال على الالكتريك فيلد بتاع الضوء اللي داخل بيختلف حسب التردد بتاع الضوء ده. فاللون الاحمر يبقى ليه ريسبونس جوه الماتيريال استجابه او رد فعل غير اللون الاصفر، غير اللون البيض. فمع انها جسم واحد، مع ان الدرجه الماتيريال واحده جسم واحد، لكن ليه ريسبونس مختلف لكل ضوء بيحصل له بروباجيشن مختلف. رد فعل الماتيريال الفريكونس بتاع اللون الاحمر غير رد فعل الماتيريال للون البايرت غير رد فعل الماتيريال لاي لون تاني. وعلشان كده هنضطر نعرف الريفراكتيف اندكس ان لكل لون، مع ان هي نفس الماتيريال، هي نفس الماتيريال، هو بريزم واحد، انا ما بتكلمش عن بريزم، هو بريزم واحد مفيش غيره. لكن كل لون ليه ريسبونس مختلف، فكل لون هنعرف له الريفراكتيف اندكس بتاعه. فهيبقى بدل ان بس اللي هي بتاعت الماتيريال هيبقى في ان ار لون الاحمر. وان دي لون الوايت وان واي اللون الاصفر. وعلشان كده طالما ان الان بيتغير اتوقع انه بالزوايا بقى اللي بسميرز لو الزوايا اللي بتناظر الحلقه بتاعت اللون الاحمر غير اللون الفايت. في الاخر المساله كلها عباره عن سنيرز لو، ان انت بتطبق سنيرز لو على الوش ده تجيب زوايا وتروح للوش التاني تجيب زوايا. اللي بيحكم الزوايا دي مع بعض هو الريفراكتيف اندكس، واللي بيحكم علاقه الزوايا دي مع بعض الريفراكتيف اندكس. لو كان بقى الريفراكتيف اندكس بتاع اللون الاحمر غير الفايت هتبقى الزوايا دي غير الزوايا دي، حتى لو كان من نفس الزاويه، يعني حتى لو كان ضوء الصف ده ضوء ابيض في كل الالوان من جوه وكلها متوازيه وكلها نازله بنفس الزاويه في الاول اللي هي فاي واحد. لكن لما تيجي تطلع سيرز لو على اول وش هتلاقي هنا الريسبونس بتاع الماتيريال مش واحد لكل الالوان، في ان ار فهيعمل لك زاويه فاي ار، وهيبقى في ام دي هيعمل لك زاويه فاي دي، وما بينهم بقيه الالوان. وعلشان كده الالوان هتمشي بزاويه مع بعض، وده اللي احنا بنسميه ديسبيرشن. الديسبيرشن هو السيبريشن اوف الفاصل ما بين السيبريشن اوف كومبوزيت البيم، هو الفصل بتاع شعاع مركب كومبوزيت معاك مركب into its constituent colors الى الالوان المكونه دي constituent المكونه. فالدسبرجن او التشتت بالعربي هو ان انت بتفصل شعاع مركب الى مكونات. حصل ليه الفيلم ده كله؟ علشان الريسبونس بتاع الماتيريال للضوء اللي بيحصل له بروباجيشن بيختلف من لون للتاني، من فريكونسي للتاني. بنوصف الكلام ده ازاي بالرياضه بقى؟ يعني كل ده كان كلام فيزيكس. الوصف الرياضي ليه ازاي بقى؟ أول حاجة في الكتاب عشان نوصف الكلام ده بالرياضة هو الفاريشن بتاع الديفيشن أنجل دي مع ضمه حسب الطول الموجي، يعني الديفيشن بيتغير ازاي مع كل طول موجي أو مع كل فريكونسي، احنا عارفين إن اللمبة وقلت بينهم علاقة، اللمبة وقلت بتساوي سي أو بتساوي جي. الطول الموجي في التردد بيساوي السرعة. فالتغيير بتاع الديفيشن بالنسبه للطول الموجي ده اثبات طويل وملكي. ينتهي هنا ده ملكي ومش عايزك حتى تعرف الفورمولا دي ملهاش معنى. خلاص؟ فانت في الكتاب كده اول ما تلاقي ده ماينس دي دي باي دي لندا بيساوي شويه حاجات كده في الاخر في بتاع صفحه او نص او صفحه دي كلها ملكيه من اول دي حتى اوكي؟ بس احنا عندنا توصيف رياضي تاني ده اللي هنستعمله.
التوصيف بقى ده بتاع كلام اللي هناك ده هنوصفه ازاي؟ حاجه اسمها الانجلر ديسبيرجن، الانحراف الزاوي او التشتت الزاوي اللي هو الزوايا بتتغير في اللون التاني، بيوصفوها بالفرق بين الزاوية ديفيشن بتاع اللون الفايلت ناقص الزاوية ديفيشن بتاع اللون الاحمر، باعتبار ان الفايلت والاحمر هما طرفين السبيكتر اول واخر للطيف المادي. واللون الفايلت بيناصر الريفراكتف اندكس ام بي اكبر من الريفراكتف اندكس بتاع اللون الاحمر ان ار، عشان كده الانحراف بتاع ال بي اكبر من الانحراف بتاع الار، ده بيناصر ان بي وده جاي من ان ار، ان بي اكبر من ان ار. وممكن نوصف الموضوع بحاجه ثانيه اسمها ديسبيرسيف باور، اوميجا بتساوي ان بي ماينس دي ار هو الانجلر ديسبيرسيف اللي فوق ده، بس هقسمه على الديفيشن بتاع اللون الاصفر، هقسمه على الديفيشن بتاع اللون الاصفر. هتلاقي في الكتاب بقى كل شويه بيعمل ايه؟ بيروح شايل ويحط مطرحه حاجه يقول لك ان ده هو المين ديفيشن. يعني ايه الكلام ده؟ دلوقتي ديسبيرسيف باور ده ديفينيشن مش اكتر، دي دي ماينس دي ار على دي واي. اوكي؟ هيشيل الدي واي الانحراف بتاع اللون الاصفر ويقول لك ان ده اسمه المين ديفيشن. متوسط الانحراف، ليه متوسط الانحراف؟ عشان ايه يا جماعه؟ ليه ده الانحراف متوسط؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اللون الاصفر متوسط السبيكترم في نص الطيف. فيبقى عدد الانحراف بتاع اللون الفايلت واللون الاحمر وكل اللي ما بينهم برضه ليه زوايا انحراف. فالسبيرسيف باور معرفتها هي دي دي ناقص دي ار مقسومه على الانحراف المتوسط اللي هو دي واي. فهتلاقيه بيشيل الواي اللي هو اللون الاصفر دايما، وبدل ما يقول دي واي يقول لك دي بس. باعتبار ان ده هو المتوسط خلاص. تشيل الواي ولا لو خدت بقى الكلام من هناك شويه السبيشال كيس اللي هي سمول انجل ديسبريسن، عملنا علاقه من شويه قبل كده ان دي بتساوي ان ناقص واحد ايه، شيل بقى دول كل دي وحط ان ناقص واحد ايه، فدي دي هتبقى ان دي ناقص واحد ايه، ودي ار هتبقى ان دي ناقص واحد ايه، وهنا كمان دي دي ودي ار ودي واي. شيل وعوض يبقى دي قوانين حالات خاصه تاني. ما يجيش بقى مسألة الامتحان وتدب كده على طول القانون ده، لازم تتأكد إن الجملة بتوع الحلقة الخاصة اللي اسمهم أكل الفيزا. فلو شلت كل دي وحطيتها إن ناقص واحد، شيل دي دي وحط إن دي ناقص واحد إيه، وشيل دي أر وحط إن أر ناقص واحد إيه، هتوصل للعلاقة دي. الأنجلر ديسبيرجن في الحالة الخاصة اللي هي اللي اسمهم أكل الفيزا. والأوميجا في الحالة الخاصة. زي الديسبيرسيف باور في الحالة الخاصة اللي هي اسمهم أكل. في الكتاب برضه مختصر ان دي ناقص ان ار شالها وحط مطرحها حاجه اسمها دي ان، ده مجرد اختصار اللي هو فرق الريفراكتيف اندكس بين اول واخر السبيكترم، وشال ان واي وحطها ان، وهيسمي ان ده برضه المين ريفراكتيف اندكس. ان واي ده هيشيله ويحط مطرحه ان ويسميه مين ريفراكتيف اندكس او مين ان. اقول القصه دي تاني بسرعه. ضوء ابيض نزل على ازاز على شكل زجاجه. الازاز ده ماتيريا واحده. الماتيريا دي معناها ماتيريا واحده، لكن الريسبونس بتاعها كل لون بيعتمد على الفريكونس بتاع اللون. هتطلع سبيس لو وتمشي ورا كل دي حسب الريسبونس بتاعه اللي هو بنمثله رياضيا بالان ان ار او ان بي او ان واي. هتلاقي كل لون من دول هيمشي الزوايا حسب الان بتاعه. ده اسمه ديسبيرجن، ده اللي اسمه تشتت. وصفناه رياضيا بـ دي دي ناقص دي ار او دي دي ناقص دي ار على دي واي. ودي واي ده الانحراف بتاع اللون الاصفر، والان واي اللي هو الفرق بين اللون الاصفر ممكن نسميهم دي وان على اساس هما المين او المتوسط. حد فاهم حاجه منهم؟ فهي معناها ان الماتيريال واحده ممكن تبقى هي الناس كتير
1.505 والثاني 1.506 بس في النهاية معلش هو ايه الدي ان ده؟ ايه الدي ان ده؟ ده مجرد اختصار ان دي ناقصين ار سي دي ان بس كده. Thank you.
مرة السؤال هل ينفع سلكت معك الانفريزم ويلم الالوان؟ طيب القصة دي بتعمل ازاي؟ دي نسميها اكروماتيك. في شوية اسامي كده يعني. طيب بس عشان تترجمها كلمة اكروماتيك اللي في الاول دي معناها لا مفيش، وكروماتيك معناها ملون، فايه كروماتيك معناها مش ملون يعني لمض. يعني ايه كروماتيك دي على بعضها كده؟ من غير الوان. دي كلمة كروماتيك بس، كروماتيك معناها ملون، شعاع في الوان. ايكروماتيك معناها من غير الوان. مونوكروماتيك معناها لون واحد. مونوكروماتيك معناها لون واحد، يعني اللون الاحمر مثلا لما يكون بيتكلم عن اللون الاحمر بس يقول لك مونوكروماتيك لايت، ضوء احادي اللون اللي هو احمر مثلا او اصفر او وايت. فمونوكروماتيك معناها احادي اللون، كروماتيك معناها الوان كتير، ايكروماتيك معناها من غير الوان. يعني ايه كلام ايه كروماتيك كومباينيشن اوف بريزمز؟ يعني انا هعمل كومباينيشن، يعني هعمل تركيبه من التو بريزمز او منشورين بحيث انه الناتج في النهايه يطلع حاجه مش ملونه. ليها اسم تاني ديفيشن بات نونت ديسبيرجن. يعني ايه الكلام ده؟ ممكن انت تفهمه؟ لو انا جبت التو بريزمز ورتبتهم في المنظر ده وكان ده الشعاع الساقط اللي هو اللون الابيض، انا هتوقع اول بريزم هيعمل ايه؟ هيفرق الالوان صح؟ ليه؟ حاجه فيه؟ حتى ليه البريزم بيفرق الالوان؟ علشان الريسبونس بتاع الماتيريال بيختلف من لون للتاني. الريسبونس ده هو بيتعمل في الرياضه حاجه اسمها الفراكتيف اندكس. فالفراكتيف اندكس اللي بيناظر اللون الاحمر غير الريفراكتيف اندكس بتاع اللون الاصفر، غير الريفراكتيف اندكس بتاع اللون الوايت، رغم ان كلهم في نفس الماتيريال. لكن الماتيريال الريسبونس بتاعها بيتغير من لون للون، خلاص كده؟ يبقى ده السبب اللي ورا الديسبيرجن. طيب الاولاني هي من الديسبيرجن، هيبقى المنظر ايه؟ هلاقي مثلا اللون البايت حصل له انحراف كبير قوي كده في المنظر ده، واللون الاحمر حصل برضه انحراف تاني بس اقل شويه في المنظر ده. لو انا جبت البريزم تاني ممكن اضغط الشروط بحيث انه هيحصل لده انحراف جديد وده كمان، بس المحصله في الاخر ان هم يطلعوا متوازيين برضه. يعني في الاخر الاقي ده طالع موازي ده، الاحمر موازي للون البايت، احمر موازي البايت، ده لون ابيض. ما هو اللون الابيض ده عباره عن ايه؟ الوان كتير موازيه لبعض. فلو انا صنعت الزوايا بشرط معين بحيث انه لو النازل ده هو ابيض واللي خارج الاشعه متوازيه يبقى اكيد اللي طالع بره ده ناحيه ثانيه برضه ابيض. بالظبط ازاي القصه دي؟ بالظبط من الشرط ده ان الانجلر ديسبيرجن بتاع اول بريزم بيساوي الانجلر ديسبيرجن بتاع ثاني بريزم. البريزم الاولاني هوصفه بالماتيريال ده والاكس انجل او زاويه الراس ايه، والبريزم الثاني هوصفه بزاويه الراس ايه داش وماتيريال ال داش. فالداش هنا معناها يعني كان ممكن نسميهم ايه 1 وان 1 وايه 2 وان 2، هو مجرد بس فرق الاسمين مش تفاضل، يعني مش حد يقول لك تفاضل الزاويه. فالبريزم الاولاني هوصفه بماتيريال ام وزاويه اي، والبريزم الثاني هوصفه بماتيريال ام داش وزاويه اي داش. لو حصل بقى ان انا ظبطت التو بريزم بحيث ان الانجلر ديفيشن الانجلر ديسبيرشن بس من الاولاني بيساوي الانجلر ديسبيرشن بتاع الثاني، ساعتها الاثنين هيبقى ليهم تاثيرين قد بعض بس مقلوبين، فبالتالي في الاخر تطلع اشعه متوسطه.
واللي خارج الناحيه الثانيه يبقى ابيض. بس ممكن اكون حليت المشكله بس ما حليتش المشكله الثانيه اللي هي مشكله الديفيجن. يعني انا كده حليت مشكله الديسبرجن، كده مفيش ديسبرجن، نو نت ديسبرجن، مفيش تشتيت. ليه مفيش تشتيت؟ لان طلع بره في الناحيه الثانيه دول ابيض تاني، فمفيش تشتيت اصلا. لكن ستيل في حاجه ثانيه لسه موجوده ما خلصتش منها اللي هي الديفيجن. لان الشعاع اللي خارج الابيض والشعاع اللي داخل الابيض برضه مش على نفس الاتجاه، بينهم زاويه. يعني ده الابيض اللي خارج في الاخر وده الابيض اللي داخل، الاثنين ما بينهم زاويه انحراف. فالتركيبه دي مع عمل ايه في الاخر؟ التركيبه دي جبت اثنين بريزم، واحد بماتيريال ان وزاويه ايه، والثاني بماتيريال ان داش وزاويه ايه داش، ركبتهم جنب بعض وظبطت الحاجات بحيث ان الشارب ده يطلع دي في ناقص دي ار يساوي الحته دي دي داش ناقص دي ار داش. فالتشتيت اللي هيعمله الاولاني واللي هيعمله الثاني هيكنسلوا بعض، ولو دخل ضوء ابيض هيطلع الناحيه الثانيه ابيض. بس الابيض اللي داخل والابيض اللي خارج مش على نفس الاستقامه، بينهم زاويه، لا داخل كده والثاني طلع كده. صحيح ده ابيض وده ابيض، حليت مشكله الدسبرجن، بس ستيل في ديفيجن، في انحراف ما بين الشعاع اللي داخل في الاول خالص واللي خارج في الاخر خالص. عشان كده بنديله الاسم تاني، يعني الاسم بتاع التركيبه دي اسمه ايكو ماجنت كومباينيشن اوف بريزمز، يعني تركيب البريزم بتديني حاجه مالهاش شغل. او اسم تاني ان مفيش نت ديسبرجن، مفيش تشتيت، لان اللي خارج برضه ابيض، لكن ستيل في ديفيجن، هي اسمها ديفيجن بات نو نت ديسبرجن. اكتر حاجه انا بقولها. طيب ده الشرط العام تاني، ايه علاقه الجنرال؟ وانت ممكن بقى من التعريف اللي فات كده لو رجعت صفحه لورا ممكن تشيل دي دي ناقص دي ار وتحطها اوميجا دي. صفحه لا اوميجا بتساوي دي دي ناقص دي ار على دي. فانت ممكن تشيل دي دي ناقص دي ار وتحطها اوميجا دي على طول. يبقى الشرط ده زي الشرط ده، الاثنين دول زي بعض. يعني انت بتحل حسب المحتوى اللي في المساله، تختار ده او ده حسب المحتوى اللي في المساله. فده كان الحاله الخاصه بقى اللي اسمه الانجل بريزم، ايه اللي بيحصل في الحاله الخاصه؟ تشيل بقى لو كانت الزاويه صغيره هتشيل كل دي وتحطها ايه؟ ان في بي. حد يبص كده في الورقه اللي قبلها في الاسمه الانجل بريزم، بتشيل كل دي وتحطها في كام؟ ان في بي. ان ناقص واحد ايه؟ صح كده. فانت هتشيل كل دي دول وهتحطها في الان بتاعتها، يعني دي في هتشيلها وتحط ان بي ناقص واحد دي، وتشيل الدي ار وتحطها ان ار ناقص واحد دي، عزم على ايه هناك؟ بس ساعتها هتوصل للمنظر ده. وساعتها يبقى العلاقه بين اي داش وايه؟ المصدر. يبقى العلاقه دي صح جنرال ولا حاله خاصه؟ الحاله دي المصدر ده زي ده سمول انجل بريزم، دي سبيشال كيس، دي حاله خاصه. ده القانون العام علشان تعمل انكروماتيك كومباينيشن، ده القانون العام، منظره كده او منظره كده، دول قانونين جنرال صح دايما في اي مساله. في الحاله الخاصه بتاعت سمول انجل بريزم زي ما عملنا من شويه، تقدر تشيل كل دي والقانون العام وتحطها ان اصبحت ايه؟ وهتوصل في اخر المنظر ده، يعني الاثنين دول كده في حالات خاصه. سمول انجل بريزم بس. طيب واحد قال لي طيب انا حليت مشكله الالوان، يعني طلعت الوان ده لا انا عايز اعمل العكس. ايه العكس؟ يعني العكس؟ هل الفيلم الاولاني دي احنا عملنا ايه؟ وفضل فيه مشكله؟ عملنا ايه هناك؟ منعنا ديفيجن. كان في بريزم اولاني فرق الالوان، ركبنا بريزم تاني فرق الالوان، صح كده؟ بس فضل فيه مشكله اللي هي ايه؟ ديفيجن. يعني في ديفيجن، ليه في ديفيجن؟ لان الابيض اللي داخل واللي خارج مش على نفس الاستقامه. طيب، واحد قال طب انا هحل العكس، هحل مشكله الديفيجن بس هيفضل فيه ديسبرجن. كويس؟ يعني هعمل العكس. يعني انا خليك واحده وسيبت الثانيه، طب ممكن نعمل العكس، هل ممكن نحل من دي ونسيب الثانيه؟ اه، دي بقى التركيبه الثانيه اللي احنا بنسميها دايركت فيجن بريزم. يعني ايه دايركت فيجن بريزم؟
هجيب اتنين برزمه وهركبهم جنب بعض بحيث يحصل ايه بقى؟ لما سلمت شعاع ابيض هنا الاس الجاي لونه ابيض، ايه الالوان هتتشدد؟ برضه هيبقى في فايرت وريد وحاجات من بس ما يهمنيش بقى، انا عايز في النهايه يبقى عندي دايركت فيجن، يعني حلو مش الديفيشن، الديسبرشن ما يهمنيش. فهلاقي في الاخر ان ممكن اركب ترتيبه معينه بحيث انه بعد الالوان ما تتضاعف كده بتساوي دي داش علشان الحراره بتاع المصفر هنا يساوي اللي حط عليه المصفر هناك، بس الاثنين عكس بعض،
ففي الاخر يطلع لون اصفر اللي ثابت كويس من اللون الابيض اللي لسه. ولو عايز تقارن البريزم تروح عوض عن دي كان ناقص واحد ايه؟ يبقى ليه علاقه بين دي البريزمز؟ فتجيلك مساله انت ممكن تعمل ديزاين بقى للموضوع، ان انت مثلا يديلك تن بتاع البريزم الاولاني، ايه بتاع البريزم الاولاني، ويقول لك طيب البريزم الثاني مطلوبه ايه؟ طيب الان بتاع كذا، طب جيب من ايه ده؟ ممكن نقعد نلعب حتى الديزاين بتاع كذا. دكتور طب هو الميكانيزم بتاع التركيب بتاع الاثنين بريزم واحد ليه ما اقدرش احقق الاثنين كونديشن مع بعض؟ ده سؤال كويس. الجنرال عشان ده يحصل انا هختار اثنين بريزمز من تو ماتيريالز التركيب وتو ابكس انجل التركيب. لو انت استعملت نفس الماتيريال يبقى انت هتلعب بس بالابكس انجل كويس؟ هل تقدر تعالج المشكلتين مع بعض؟ يعني يكون نازل ابيض يطلع لك ثلاث ابيض وكمان مفيش انحراف؟ ممكن بس دي في اكسس معقده، الحاجات البسيطه دي تقدر تعملها كويس. ده سؤال كويس. المشمهندسه بتقول الحاله الثانيه دي زي ايه؟ الحاله الثانيه دي زي مثلا الميكروسكوبات. يعني مثلا انا يهمني ان في جسم هنا وانا عايز اشوفه. الجسم ده اي ميكروسكوب هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه ازاز من العدسات او البريزمات اللي جوه. دي اكيد هتعمل فيلم صح؟ لو الشعاع اللي بيمثل الجسم لو انا عندي جسم نزل عليه ضوء ابيض انعكس دخل في الميكروسكوب بتاعي. فانا هشوف الجسم ده من اللون اللي انعكس من عليه. لو اللون اللي الناس عليه اصلا ابيض فانا هجيب ان الجسم ده كل الالوان. لما تخش في الميكروسكوب بتاعي هتطبع بالهوم. فانا هختار مثلا اظبط العدسات او البريزنس اللي جوه بحيث اللون واحد منهم اللي هو مثلا الاصفر زي الحاله دي يوصلني من غير ما يتضعف يروح في الحته الثانيه. فالدايركت فيجن دي عشان اظبط ان انا مثلا ايه لو في معلومه جايه لي الوان كتير واحد منهم على الاقل يوصل لعيني يعدي من غير ما يحصل له تشكيل من غير ما يحصل له تشكيل. معناها وسيله لقياس الطير. يعني ايه كلام؟ التركيبه دي فيها ثلاثه بريزم مع بعض. فيها فكره لطيفه جدا. ثلاثه بريزم. واحد زواياه 30 60 90 اللي هو ده. 30 60 90 البريزم اللي جنبه 45 45 90 ده البريزم الثاني. البريزم الثاني 60 30 90 فدول ثلاثة بريزم راكبين جنب بعض، إيه وظيفتهم مثلا؟ يعملوا إيه؟ شوف يا سيدي، السورس ده مكانه ثابت، ده مصدر ضوء أبيض في مكان ثابت، يعني عندي مثلا نور طالع من الليد لون أبيض، لون أبيض، أنا مثبته بحيث إنه طالع في اتجاه معين ما بيتحركش، كويس؟ والاوبزرفر الراجل اللي بيقيس الناحيه الثانيه اللي معاه وسيله قياس الضوء برضه ثابت ما بيتحركش. يعني دي عكس كده الحاجات اللي عندنا في المبنى. يعني الحاجات اللي فاتت بشويه كانوا بيقولوا ايه؟ البريزم موجود وانا معايا مثلا ليزر بيم في ايدي وبغير زاويه السقوط باي واحد، عمال العب في باي واحد الاقي زاويه السقوط اكبرها اصغرها. هنا عكس. هنا السورس مكانه ثابت وبيطلع ضوء في اتجاه ثابت. والاوبزرفر اللي بيستلم من الناحيه الثانيه ثابت وبيستلم في اتجاه ثابت. البريزم اللي ما بينهم ده محطوط على روتر ستيج على حاجه بتلف. يعني مين اللي بيتحرك بالشكل ده؟ البريزم مش السورس مش الاوبزرفر كويس كده؟ طيب اتجاه الانسيدنت ري اللي احنا هنسميه اي اتجاه اي الانسيدنت ري والاتجاه بتاع الايمرجنت ري اللي هنسميه ار الاتجاهين دول انا عايزهم يكونوا متعاملين. عايز اي اللي داخل وار اللي خارج يكونوا متعاملين. حلو لو هما متعاملين ده معناه ايه اللي بيحصل جوه البريزم؟ مين الري اللي هيحصل له بروبجيشن جوه بحيث انه يطلع ده عمودي على ده؟ تعالوا نبص على الزوايا. فاي واحد ده انا ما اعرفهاش، مين فاي واحد دي؟ دي زاوية السقوط، كويس. قصادها زاوية الانكسار هنا هو اسمها اكس. كويس كده؟ ايه
فاي 1 واكس ايوه يبدا السقوط بسبب الانكسار فان ساين بيساوي ان ساين صح كده وانا جاي من هوا فجاي من هنا بواحد فساين فاي 1 الناحيه دي هيساوي ال بتاعه الفيرست في ساين اكس صح كده دي مشكله فيه دي واحده من شكل الزوايا دي اكس دي تكون بكام علشان الخط ده يمشي افق كده يعني مميز للاعلى ما هو دي 90 فالاكس تطلع بكام 30 صح كده عشان تبقى دي 120 مع 60 يطلع خطين دول موازين يطلع ده الموازن ده صح كويس يبقى انا عايز اكس تبقى ب 30 ليه؟ لان لو اكس 30 هيطلع خط افقي الصفحه بتاع البريزم ده مايل على افق 45 درجه بالمنظر ده فلو لقيت حاجه هوريزونتال هتتعكس تبقى فيرتيكال صح؟ بالمنظر كده تبقى 45 درجه انت ممكن تعملها بالتفصيل يعني تشوف زاويه السقوط والانكسار بس يعني ده افقي خبط في صف 145 هيطلع خط راس كويس كده؟ هيجي هنا وينكسر طالع لبره من الريسبروسيتي او التماسك ازاز لهواء وهواء ازاز نفس الظروف يعني من هواء لازاز هنا ده فاي واحد ومن ازاز لهواء هنا هيطلع هنا فاي اتنين الزاويه السقوط دي هتبقى كام؟ صح 30 تبقى اكس صح دي يا اكس سلام عليكم ده يكون مكانه سالب وده مكانه سالب والاثنين متعاملين على بعض والزاويه دي فاي واحد الزاويه دي فاي اثنين لازم يكون اكس دي 30 ولازم نطلع بره فاي 2 بتساوي فاي 1 ليه بقى ده كله؟ تخيل ان الناس ده ضوء ابيض تخيل ان ده ضوء ابيض العلاقه دي انا عايز ده 30 درجه عايز ساين اكس دي 30 درجه يعني ساين 30 ساين 30 بكام؟ نص بنص مين اللي هيحقق ان ساين فاي 1 بيساوي ان على 2 شعاع واحد من السبعه اللي جوه اللون الابيض لان كل شعاع ان بتاعته يعني انت لو حطيت العلاقه دي على سبع الوان ساين فاي واحد هتساوي ان على دي ممكن تبقى اما احمر او اصفر او بيض واحد فيهم بس واحد فيهم بس هتبقى ان بتاعته تحقق ساين فاي واحد بتساوي ان على دي وهو ده بس اللي هيبروباجيت اكوردنج تو ذيس تراجكتوري هيمشي على المسار ده كده 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 والاوتو بره اي لون تاني اي لون تاني الان بتاعته مش هتحقق العلاقه دي يحصل له ايه؟ يحصل له ايه؟ هيمشي في اتجاهات تانية يعني لو افترضنا اللون الاخضر مثلا هو اللي حقق المنظر ده اللون الاصفر يحصل له ايه؟ هروح في اتجاهات تانية طخ ويطلع بره في اتجاه تاني غير الوزن اللون الاحمر مش هيوصل للشمس اللون مثلا اي الفاير مش هيوصل واحد بس طيب واحد بقى رخم بقى قال بعد ما ظبطتها خلاص كده وفي لون نزل ولقيته على الاوبزرفر انا بقى همسك البريزم دي ما هو محطوط على لوك ستيج على حاجه بتلف وهلف ايه اللي هيحصل؟ لو انا لفيت البريزم ده مين اتغير؟ ده اتجاهه ثابت وده اتجاهه ثابت لو انا لفيت البريزم ده مين اتغير؟ فاي واحد فاي واحد اتغير لو فاي واحد اتغيرت كان في لون بحقق مع فاي الاولانيه يعني فاي واحد الاولانيه خالص بيحقق معاها ان ساين فاي واحد بيساوي ان على دي طب فاي واحد اتغيرت ايه اللي هيحصل؟ هيبقى في لون تاني الان بتاعته بيحقق العلاقه دي وساعتها الاوبزرفر اللي بره مش فيه لون تاني فدي فكره المضياف او السبيد كوم ليه؟ ان انا عندي صوص ابيض في اتجاه معين واوبزرفر في اتجاه معين والاثنين ثابتين
هندسه الشكل هتختار مليون واحد ينجح ان هو يمشي في المسار ده ويوصل للزاويه. غيرت الزاويه بتاعت البريزم في لون تاني هو اللي هينجح. كل الزاويه بين البريزم ده كل ما اختار الزاويه بتاعت البريزم لون واحد بس يحقق الشروط بتاعت هندسه الشكل ويطلع بره بتاع الشروط كلهم مع بعض كلهم اسم واحد. دول كلهم باسم واحد هم ثلاثه بس لازم يبقوا معاهم اسم واحد. في الكليه هنا بقى بالناس الاخبار اللي هبل على الفيسبوك اللي توصل لها كل شويه بعدها خبر عشان في قصه مسؤوليه في الانشتاين وما اعرفش مين على دم البنكه والكلام ده. طيب في الكليه بقى ما اعرفش حاجه تانيه في تكاتف على قسم الاتصالات ناس فرقوا دول عاملين فعلا شركه بيشتغلوا في حاجه فيها سبكترون مش زي ده بس دول عاملين فرق شركه عارفين تشتغل تصنع حاجه سبكترومتر ولان ما عندناش في مصر ان هم بيصنعوها مع نفس الفرق هم عاملين زي بيت خبره او اي تي في مصر وبيعملوا ديزاين وبيبيعوه للناس اللي بره وناس فعلا فرقت ناس جميله جدا. الاخبار اللي بتطلع اليومين دول بقى على النت بقى ده شغل للاسف بوليتكس ده كلام بوليتكس ففي النهايه في ناس جامده جدا بس هما ما بيعرفوش سياسه كتير محدش يعرفها. هما بيعملوا حاجه سبكترومتر فكرتها يعني دي فكره السيل سبكترومتر يعني انت تعرف تحلل الضوء وعلى كل زاويه ضوء معين. حاجه على فكره عايز اقولها بخصوص السكاشن والتدخلات والحلقه. السكاشن هي وهنمشي فيها وهنمشي لو قعدنا نتكلم كده ب 10 دقايق. طيب السكاشن المفروض الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي يبقى شيت 4 كويس؟ شيت 4 في الجيتو اوفيس المفروض انه موجود على الويب يا ريت حد ياخد حصه للمكتبه والشيت بتاع الماجنتيزم شيت 3 هنكمله لان مفيش شيت 4 على الماجنتيزم لان هم اصلا لسه الشيت ده ساب المحطه فهو يا دوبك هنكمل مع الشيت 3 اي حاجه. بالنسبه لامتحان المعمل انا وانا بصلح الورق هبص على التاني فركز على الشركه في درجه كويسه. واحد يونس